السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها: الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين بلادنا والسودان. في جلسة علنية، مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتعلق بالانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان. تنظيم ورشة في نواكشوط حول إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية وتعزيز قدرات المكونين. أهلا بكم من التفاصيل. تلقى رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني برقيات تهنئة من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات التالية أسماؤهم: خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، صاحب الجلالة الملك فيليب ملك بلجيكا، صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، صاحب الجلالة أكيهيتو إمبراطور اليابان، صاحب الجلالة عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، صاحب الجلالة كارل غوستاف ملك السويد، صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن بلقية سلطان بروناي، صاحب الجلالة مهافيجير ألينجي كورن ملك تايلاند، صاحب الجلالة ويليام ألكسندر ملك هولندا، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، صاحب الفخامة السيد جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، صاحب الفخامة السيد ألكسندر فاندر بيلين رئيس جمهورية النمسا، صاحب الفخامة السيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، صاحب الفخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صاحب الفخامة السيد يواخيم غاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، صاحب الفخامة السيد بيتر غوس غروف الحاكم العام لأستراليا، صاحب الفخامة السيد يحيى الجامع رئيس جمهورية غامبيا الإسلامية، صاحب الفخامة السيد ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، صاحب الفخامة السيد روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، صاحب الفخامة السيد بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، صاحب الفخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، صاحب الفخامة السيد كوليندا غاربار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، صاحب الفخامة السيد حسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، صاحب الفخامة السيد راؤول كاسترو رئيس مجلس دولة الدولة ومجلس الوزراء لجمهورية كوبا، صاحب الفخامة السيد إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب الفخامة السيد باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب الفخامة السيد فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، صاحب الفخامة السيد علي بونغو أوندمبا رئيس جمهورية الغابون، صاحب الفخامة السيد خوسيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو، صاحب الفخامة السيد براناب مخارجي رئيس جمهورية الهند، صاحب الفخامة السيد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، صاحب الفخامة السيد حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، صاحب الفخامة السيد ريموندوس فيغونيس رئيسة جمهورية لاتفيا، صاحبة الفخامة السيد ماري لويز كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا، صاحب الفخامة السيد إنريك بينانيتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، صاحب الفخامة السيد فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، صاحب الفخامة السيد كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، صاحب الفخامة السيد إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليزاريو، صاحب الفخامة السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، صاحب الفخامة السيد عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، صاحب الفخامة السيد أرنست كوروما رئيس جمهورية سيراليون، صاحب الفخامة السيد توميسلاف نيكوليتش رئيس صربيا، صاحب الفخامة السيد هيتين كياو رئيس جمهورية اتحاد ميانمار، صاحب الفخامة السيد كيم يونغ نام رئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، صاحب الفخامة السيد بوهان شنايدر أمان رئيس الاتحاد السويسري، صاحب الفخامة السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس البرتغال، صاحب الفخامة السيد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، صاحب الفخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا،
صاحب الفخامة السيد إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان. كما تلقى فخامة الرئيس برقيات تهنئة من الشخصيات التالية: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، صاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، معالي الشيخ بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، صاحب المعالي السيد أسامة النجيفي نائب رئيس جمهورية العراق، السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، صاحب المعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صاحب المعالي السيد الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، صاحبة المعالي السيدة ميشيل جان الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، السيد باتريك كوميز الأمين العام لمجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، السيد ناجم الحاج محمد الأمين الدائم لمجموعة الدول الساحل الخمسة، السيدة نوكوسازانا دلاميني زوما رئيسة لجنة الاتحاد الأفريقي، صاحب المعالي السيد عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، محمد محمود الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، صاحب المعالي السيد كابيني كوماران المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، صاحب المعالي خوسي غرازيانو دا سيلفا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز برقية تعزية إلى الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين صاحب الفخامة: تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ تحطم طائرة عسكرية روسية في البحر الأسود والذي راح ضحيته عدد من المواطنين الروس، وبهذه المناسبة الأليمة أعرب لفخامتكم وللشعب والحكومة الروسيين وأسر الضحايا عن صادق تعازينا القلبية وتضامننا الكامل معكم في هذه المحنة، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام محمد بن عبد العزيز. صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها زوال اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السودان، وقد مثلت الحكومة خلال هذه الجلسة من طرف وزير المالية. خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد الخليل الطيب، ومثلت الحكومة خلالها من طرف وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار اللجائي، تمت مناقشة مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان. وبعد قراءة تقرير اللجنة من طرف النائب زينب متتقي التي أبرزت في تقريرها أهمية هذه الاتفاقية وطالبت النواب بالمصادقة عليها، أتيحت الفرصة لمداخلات النواب حيث أكدوا أهمية هذه الاتفاقية مشيرين إلى متانة العلاقات التي تربط بين موريتانيا والسودان، منوهين بضرورة تهيئة الظروف لاستقطاب المزيد من الاستثمارات باعتبار ذلك يساهم في تنمية العلاقات ورقي الاقتصاد الوطني وتطويره. وزير الاقتصاد والمالية وفي معرض رده على مداخلات وأسئلة النواب قدم شكره لهم واعتزازه بمواقفهم، مبرزا أهمية هذه الاتفاقية وما يتوقع أن تساهم به في سبيل التنمية، مبرزا أنها ستسهم في الحد من البطالة في صفوف الشباب العاطلين عن العمل
مؤكدا أن القطاع الخاص يمكن أن يستوعب العديد منهم، لكن ذلك لن يتأتى إلا بتسهيل وتذليل كل صعاب للمستثمرين الوطنيين والدوليين، وهو ما تسعى الحكومة لتجسيده. وبعد ردود يا سيد الوزير، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون موضع النقاش. ودائما في إطار النشاط البرلماني، عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم جلسة علنية خصصت لنقاش قانون يتعلق بالمصادقة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان. كما عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط اجتماعين لدراسة مشروعي قانونين مقدمان من قبل الحكومة. ملخص هذه الأنشطة مع يعقوب الصوفي. خصصت هذه الجلسة العلنية لمجلس الشيوخ التي ترأسها نائب رئيس المجلس الشيخ الحاج عبد الباه لنقاش مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان. السادة الشيوخ ناقشوا المشروع وما تضمنه من بنود، مهمنين انضمام بلادنا إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ أنه يدعم ويعزز ويصون ما تحقق في مجال حقوق الإنسان الموريتاني. وأشار السادة الشيوخ إلى أهمية المشروع باعتباره يسعى إلى تبيان كرامة الإنسان واحترام حقوقه التي نصت عليها الشريعة الإسلامية. وبعد هذه المداخلات، ردت الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت علي سالم على مختلف الملاحظات والتساؤلات، مستهلة حديثها بأهمية الإنسان في منظور ديننا الحنيف، حيث أمر الله ملائكته بالسجود لأبينا آدم عليه السلام، وهذا التكريم دابت عليه الديانات السماوية التي ختمها ديننا الإسلامي الحنيف، مؤكدة أن التوقيع على هذا الميثاق يتميز بميزتين: الأولى كون رئاستنا لجامعة الدول العربية يلزمنا بالإسهام في دعم أي عمل مشترك من شأنه أن يسهم في بناء وحدة الشعوب العربية. أما الميزة الثانية فهي الميزة الدينية، فمن المعلوم أن ديننا الإسلامي كان سباقا في إعطاء الإنسان ما يستحقه من الحرية والعدل والمساواة، مذكرة بالآيات والأحاديث الواردة في هذا الإطار. وفي نهاية هذه الجلسة العلنية تمت المصادقة على المشروع المذكور بالإجماع. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط قد اجتمعت قبل ذلك تحت رئاسة رئيسها الشيخ محمد محمود الحم خطار. خصص هذا الاجتماع لدراسة مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاق التعاون في المجال الزراعي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان الموقع بالخرطوم بتاريخ 2 سبتمبر 2007. مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف السيد الأمين مثل القطب والمامة وزيرة الزراعة محاطة بكبار معاونيها. كما اجتمعت نفس اللجنة برئاسة رئيسها الشيخ محمد محمود الحم خطار، وخصصها الاجتماع لدراسة مشروع القانون المتعلق بالبرنامج التعاقدي لصيانة شبكة الطرق الحضرية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق. وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف السيد أحمد سالم والعبد الرؤوف وزير التجهيز والنقل محاطا بكبار معاونيه. وشحت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة هوا الشيخ سيدية تانديا صباح اليوم في نواكشوط باسم رئيس الجمهورية عددا من موظفي القطاع، وذلك في إطار الفعاليات المخالدة للذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطنية. ووشحت الوزيرة بوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني السيد المصطفى سيد المختار المصطفى مكلفا بمهمة بالوزارة، وبميدالية الشرف من الدرجة الأولى السيدة راكي عبد السي مكلفة بالتدقيق والرقابة لدى المديرة العامة لقناة الموريتانية، وبميدالية الشرف من الدرجة الثالثة السيد صنبا حيب الله كرفات بوابا بديوان الوزيرة. جرى حفل التوشيح بحضور الأمين العام للوزارة وعدد من مسؤولي القطاع. نشرتنا متواصلة، وفي ملفها الليلة تتابعون مخطوطات ودان كنوز تأبى النسيان. بدأت صباح اليوم في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على إدخال مفاهيم حقوق الإنسان والوثائق التربوية في المناهج التربوية وتعزيز قدرات المكونين في هذا المجال. وتنظم الورشة من طرف وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في النظام التربوي والوثائق التربوية وتعزيز قدرات المكونين التربويين في هذا المجال أهداف بارزة تسعى هذه الورشة إلى إثراء النقاش حولها والمصادقة عليها، وذلك بمشاركة كوكبة من الأساتذة والمفتشين والحقوقيين المتخصصين في وضع وهيكلة البرامج المدرسية باعتبار التعليم الوسيلة الأساسية لترسيخ ونشر مبادئ حقوق الإنسان بين الأجيال. تعتبر التربية والتعليم أداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان بين الأجيال، فما يمثله المربي من قدوة حسنة يعتبر فرصة مناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة. وفي هذا الإطار نظم قطاع التهذيب الوطني جملة من الأنشطة لإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في البرنامج المدرسي عبر سلسلة ورشات منذ 2009 بالتعاون مع الهيئة السامية لحقوق الإنسان، شملت مجالات عدة كتسيير النزاعات وكذا مفهوم حقوق الإنسان والمواطنة، شارك فيها تربويون وحقوقيون موريتانيون. ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في بلادنا السيد أنيس محفوظ تحدث عن مفاهيم حقوق الإنسان في العالم اليوم، وأكد أن هيئته تواصل جهودها الرامية إلى إدراج تلك المفاهيم في المنظومات التربوية انسجاما مع الحاجة المتزايدة إلى تطبيق الحقوق المتعلقة بحياة الإنسان. المشاركون في الورشة تابعوا عرضا حول إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم وتحديد الوسائل الكفيلة بذلك، بغية الخروج بتوصية من شأنها دعم مبادئ حقوق الإنسان واعتمادها في المناهج التربوية الوطنية. تحت شعار عدالة مستقلة من أجل تنمية مستدامة، نظم نادي القضاة الموريتانيين مساء أمس حفله السنوي بمناسبة اختتام الدورة الثالثة لمجلس النادي، واستعرض النادي خلال هذه التظاهرة إنجازاته في السنوات الثلاثة الماضية. قضاة الموريتانيين في حفل اختتام الدورة الثالثة لمجلسه اختار شعار عدالة مستقلة من أجل تنمية مستدامة، وهي المظلة التي استحضر عبرها النادي العطاء والتميز في المسيرة القضائية المهنية، فكانت لحظات التتويج والتكريم للعديد من القضاة المستفيدين من حق التقاعد. التكريم عبر الشهادات التقديرية صاحبته شهادات أخرى من نادي القضاة للمكرمين نظير ما قدموا للمنظومة القضائية الوطنية، الشيء الذي شكل إضافة إلى الجهود التي اطلع بها نادي القضاة منذ التأسيس. أذكر أن القاضي هو العنصر الأساسي في المرفق القضائي، ويقوم بدور مهم في تقسيم العدالة، وأشكر نادي على هذا العمل الجبار، وأذكركم أن وزارة العدل إن شاء الله ستبذل جميع الجهود لكي تقوم بدورها ولكي تتيح للقاضي جميع الوسائل التي تمكنه من القيام بعمله على أحسن وجه. وبخصوص ظروف النشأة والأهداف، قدم نادي القضاة الموريتانيين كهيئة موحدة للقضاة حصيلة عمل تخدم في جوهرها حسب المختصين التطلعات المستقبلية للنادي. لقد قرر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين أن يعلن عن تقرير سيبدأه هذه السنة، وهو عبارة عن تنظيم حفل استقبال سنوي يكون مناسبة لتكريم أصحاب الفضيلة القضاة الذين يستفيدون من حقهم في التقاعد، آملين أن تتخذ السلطات العمومية الإجراءات الكفيلة بالنظر في سن قانون خاص لمعاشات القضاة يتم تطبيقه بإذن رجعي ليشمل كافة المتقاعدين من القضاة، والتعجيل بمراجعة المقتضيات المتعلقة بسن التقاعد حتى يتسنى تدارك ما بقي من هذه الخبرات. علينا أن نقول إنه ما كان لهذه النجاحات أن تتحقق لولا المساحة الرحبة المكفولة لحرية العمل النقابي والجمعوي، وللتعاون الوثيق الذي ما فتيت تبديه وزارة العدل، وللتكامل بين نادينا والنقابات المهنية وشركائنا في المهنة. حضور حفل اختتام الدورة الثالثة لمجلس نادي القضاة الموريتانيين تابع عرضا وثق جهود النادي ومواكبته للمسار القضائي الوطني وحضوره في العديد من المحافل القضائية الدولية.
في إطار الأنشطة المخلدة لليوم العالمي لمكافحة الرشوة، انطلقت صباح اليوم بمدينة زويرات ورشة تحسيسية حول مبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية. جرى انطلاق الورشة بحضور السلطات الإدارية في الولاية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني. تواصل بلادنا وبدون كلل جهودها الهادفة إلى القضاء بشكل كامل على أخطر أمراض العصر في مجال التسيير المتمثل في الرشوة. وتكريسا لهذا المجهود الوطني يأتي تنظيم هذه الورشة التحسيسية حول مبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي وبالشراكة مع اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية والمرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة في إطار الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي لمحاربة الرشوة الموافق للتاسع من الشهر الجاري والذي خلدته بلادنا هذه السنة على كافة المستويات. إن خطورة انتشار ظاهرة الفساد في بلادنا هي التي دفعت فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز إلى أن ينتهج نهجاً إصلاحياً ضد الرشوة من أجل حسن تسيير الموارد والممتلكات العمومية، وذلك ضمن رؤية شاملة لموريتانيا عصرية مستقرة ومزدهرة وقوية تنمو بالطراد. ولقد شكلت مكافحة الفساد بمختلف تجلياته على مدى السنوات الأخيرة أحد أهم محاور العمل الحكومي برئاسة الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين. تجلى ذلك في اعتماد استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة وإصدار ترسانة قانونية مجرمة للفساد. وتشكل الرشوة بكل تجلياتها أكبر تحدي في مجال تنمية البلدان، وإدراكا منها لذلك فقد قررت الحكومة هذه السنة أن تتعدد النشاطات المنظمة بهذه المناسبة وتتنوع لترسيخ قيم الشفافية والحكامة الرشيدة. ظاهرة لازم أن نغضو عليها، واللي كان يجر لها عدم الثقة في أن الدولة تعطي الأرقاع حقه، واللي كان يجر لها المواطن ما هو متأكد أنه يجبر حقه يكون إلى رشة الدولة. لكن ما تقابلته المواطن يرى حقه والرشوة ما تخالقه والقوانين التسمت والعقوبات وحدت وكل رجاج يا الله يطمئن على انه حقه جابر ولا فاصل جلجه ظاهره الخطيره. وبدوره قال عمده بلديه زورات المساعد العمده وكاله السيد سالك العلتم ان بلادنا قطعت اشواطا كبيره في مجال مكافحه الفساد والرشوه منذ اعلانها الانضمام لمبادره الشفافيه والصناعه الاستخراجيه سنه 2005، مما قاد الى تكافؤ الفرص امام الجميع، مؤكدا اعتزاز سكان البلدية باختيار مدينة زورات لتنظيم هذا النشاط. وستشمل هذه الورشة التي تدوم يومين ويشارك فيها أكثر من 40 مشاركا عروضا حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتحديات ورهانات الصناعة الاستخراجية، فضلا عن المدونة المعدنية. بدار الشباب الجديدة في مدينة يكجوجة نظم المجلس الأعلى للشباب أمس لقاء تحسيسيا لشرح آليات اختيار أعضاء الجمعية العامة للمجلس، وذلك من أجل إشراك الشباب في صنع القرار ومساهمته في العملية التنموية للبلاد. خصص هذا اللقاء التحسيسي لشرح آليات اختيار أعضاء الجمعية العامة للمجلس الأعلى للشباب. هذا الحوار الذي سيتم بينكم وبين أعضاء البعثة سيكون جادا ومثمرا وصريحا، وسيمكنه إن شاء الله من الوصول إلى الأهداف المبتغاة من وراء هذه الحملة. ونحن على كل حال مطمئنون اطمئنانا خاصا بأن تكاتف جهود السلطات العليا في البلد وحرص شبابنا على أن يلعب الدور المنوط به بكل إخلاص وتفان سيضمن لبلادنا إن شاء الله في سنين القادمة تنمية وازدهارا. وأبرز عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب أهمية هذه الحملة التحسيسية مستعرضا أهداف المجلس. تم تأسيس المجلس بمرسوم رئاسي لسنة 2015، تم بعد ذلك تعيين أعضاء مكتبه التنفيذي، ولكن في نظامه الأساسي كانت المادة 7 تلزم بإنشاء جمعية عامة تشرك شباب الولايات الداخلية في مسار هذا المجلس.
عمدة كشوشت السيد أحمد اليعقوب ثمن دور المجلس في تنوير الشباب حول القضايا الوطنية مؤكدا أهمية إشراك الشباب في الشأن العام. المشاركون تابعوا عرضا مفصلا عن الدور ومهمة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للشباب وآلية ترشح واختيار أعضائها. اللقاء كان مناسبة للشباب الحاضرين، قدموا خلالها جملة من الأسئلة والاستشكالات، وبالمقابل جاءت ردود أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس في إطار ما اعتبروه خدمة للتوجهات الهادفة للاختيار الأمثل لأعضاء الجمعية العامة. وخلال وجودهم في مدينة كشوشة ربط أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب الصلة بسكان المنطقة عبر المحطة الجهوية بولاية الشيري، وذلك لشرح أهداف حملتهم التحسيسية. تعرف العاصمة منذ عدة أيام حالة جو متربة مع انخفاض في درجات الحرارة مما قد يؤثر على الوضعية الصحية أحيانا. التقرير التالي يستعرض أسباب حالة الطقس والنصائح الطبية بهذا الخصوص. أجواء متربة وانخفاض في درجات الحرارة حالة طقس تسود العاصمة منذ أيام، وهي مسألة تسببت في ظهور بعض الوعكات الصحية والتي يرى الكثيرون ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتفاديها. الأسبوع هذا هو أسبوع متين شوي على المواطنين، فيها غامة وذاك يودي النازل التركي يودي لهم قدر من الأمور، ونحن مسودين طالب من الطب جميعا يشوفوا لنا حد القضيه ويشوفوا لنا الوقايه منها شنو. نقتلوا ما نعرفوا التراب اللي نعود نعرفوا التراب اللي كي وضعيته الحاله اللي قلت حد قلت حيسلك من باس العجاج والغبار اللي خارج في الاسبوع اللي هو الوقايه منه نبغى نعرفوا. اللثام احنا الموريتاني نستخدمه كاع اصلا في الظروف الطبيعيه، وفي ذا النوع من الظروف كاع يتاكد استعماله به اللي يوقي من الغبار ويوقي من شو من الامور ويعاون على صحة الإنسان ما يصدف البرد وتصدف الغبار المتحرك له. وللوقاية من الانعكاسات السلبية لحالة الطقس القائمة ينصح المختصون بأمور في إطار الحفاظ على الصحة وقاية وعلاجا. النصائح اللي نقدر نوجهو لهم كيف لازم ولا كيف هذا الضيق، ونقول لهم أنه لا يتم اللي يلبسوا حتى بهم هون، أنا شفتهم يتموا لابسين حتى إلين يعرقوا أبري لا منين يجبروا شوي من البرد يمرضوا بلو غابيدما تنقص المناعة ويمرضوا بسهولة أكثر. وبالنسبة للناس اللي عندهم حساسيات وهذا يتم لا يتوخذوا الحذر من الغبار، يقفلوا الكواوة ما يلا تعوا فما قبرة ياسر ما يخلوا تركة يلعبوا القدام شيء آخر مولي لا منين اللي يمرضوا ديجا اللي فاتوا مرضوا عندهم نازلة اللي يقولوا نازلة ولا إن برونشيت ولا القشوش ولا هذا لا يعجلوا على المضادات الحيوية. يهم هون فم ياسر لتو ميديكاسيون يتم يداووا روسهم وحدهم، يقيسوا صيدلية ويقول لهم ندور كذا ندور أنتيبيوتيك ندور مضاد حيوي، هو بصفة عامة اللي يسبب في هذا كامل ستان فيروس يعود فيروس ما هي بكتيريا، معناتها نعطوا فرصة للجسم أنه يدافع على نفسه وحده. الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية ترى الحالة طبيعية وتؤصل للأسباب من منطلقات التأثر بالتغيرات التي تحدث من حين لآخر. طبعا هذه الظاهرة ناتجة عن زيادة الضغط في المرتفع الجوي الليبي تزامنا مع وجود منخفض جوي على شمال المحيط الأطلسي، أدت هذه الظاهرة إلى زيادة سرعة الرياح الشمالية شرقية إلى شرقية على عموم التراب الوطني مع تدني الرؤية بفعل تطاير الأتربة طبعا على عموم التراب الوطني، طبعا مع تراجع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الشرقية من البلاد. أما المناطق الغربية فدرجة الحرارة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع المتوسط العادي في هذه الفترة الزمنية. إجمالا يبدو الهدف الأهم هو ما يخدم التوازن الصحي، وفي هذا المنحى يتحتم الرجوع إلى أصحاب الاختصاص حفاظا على مبدأ السلامة. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة ستستعرض محاولة التعرف على أسباب تأثر أجواء العاصمة بالغبار والأتربة مع انخفاض درجات الحرارة. الرياضة مع محمد طلحة بعد الفاصل.
شكرا احمد الشريف المختار، واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى النشره الرياضيه. واصل فريق تفرغ صنعاء تصدره لفرق الدوري الوطني لانديه الدرجه الاولى في كره القدم، وذلك بعد ختام الجوله 12 من البطولة. تصدر تفرغ زينة جاء بعد اكتساحه لفريق الحرسي بنتيجة 4 أهداف دون مقابل برصيد 29 نقطة، بينما تمكن العميد من احتلال المركز الثاني بعد فوزه في ذات الجولة على حساب فريق أكاديمية الرياض بنتيجة 3 أهداف دون رد ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة. وفي المركز الثالث حل فريق دز المستفيد من 3 نقاط اختطفها من فريق الكدية من الزولات بعد فوزه عليه بنتيجة 2 دون مقابل، رفعنا رصيده إلى 23 نقطة. وفي المركز الرابع تواجد فريق الوئام برصيد 19 نقطة، مستفيدا من تقاسمه نقاط المباراة التي جمعته بفريق أفسن وذيبو بعد انتهائها بالتعادل السلبي دون أهداف. اختتمت صباح اليوم بالعاصمة فعاليات الأيام الأولمبية المنظمة من طرف اللجنة الأولمبية الموريتانية بدعم من التضامن الأوروبي في دوراتها للعام 2016، وذلك لصالح بعض تلامذة إعدادية أحياء مختلفة من المرشوط. بعد 5 أيام من الأنشطة المكثفة التي طالت مجالات رياضية وثقافية وترفيهية متنوعة، اختتمت هنا بقاعة العروض في الملعب الأولمبي فعاليات الأيام الأولمبية المنظمة من طرف اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الموريتانية بالتعاون مع التضامن الأولمبي، وذلك لصالح 40 تلميذا من تلامذة إعداديات الأحياء الشعبية بالعاصمة نواكشوط. حفل اختتام التظاهرة الرياضية الأولمبية تميز بكلمة لنائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية نوه في مستهلها بما حققته هذه الأيام. نيابة عن رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الدكتور محمد محمود اللماء، أشكركم على حضوركم معنا حفل اختتام الأيام الأولمبية دورة 2016 المنظمة من طرف اللجنة الأولمبية بالتعاون مع التضامن الأولمبي. وبالنسبة لكم أنتم تلامذة الإعداديات المشاركين، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المحاضرات والمباريات والأمسيات الثقافية التي كانت في برنامج هذه الأيام. المتحدث باسم تلامذة المشاركين في دورة 2016 من الأيام الأولمبية شكر اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية على ما قدمته لهم طيلة هذه الأيام. نحن تلامذة بعض إعداديات نواكشوط نعرب عن شكرنا للجنة الأولمبية الموريتانية وعلى رأسها الدكتور محمد محمود اللماء على تنظيم هذه الأيام الأولمبية التي استفدنا من خلالها كثيرا من المعلومات حول الحركة الأولمبية وأهدافها النبيلة. ومن ناحية أخرى كانت هذه الأيام فرصة للتعارف بيننا والتنافس الإيجابي في كرة القدم والعدو إلى آخر ذلك. اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية ستنظم خلال الأسابيع المقبلة دورات تدريبية لصالح الرؤساء الاتحادات الرياضية المنضوية تحت لوائها. نظم نادي أوكيناوا للكاراتيه وبناء الأجسام والرياضات المختلفة بدار الشباب القديمة الدورة الأولى من البطولة الوطنية للكاراتيه، وقد تميز اختتام هذه البطولة بهيمنة نادي أوكيناوا المنظمين للتظاهرة على معادنها الصفراء بعد احتلاله المركز الأول في منافستي الكيميتي والكاتا. نادي أوكيناوا للكاراتيه وبناء الأجسام والرياضات المتنوعة، وهو يحتفي بتنظيم أول بطولة وطنية له في رياضة الكاراتيه بمشاركة وطنية واسعة لأندية وفدت من نواليبو، أكجوجتا، طار، زويرات، روسو، بوغي، كيهيدي، سليبابي، ومبان. اليوم الختامي للبطولة الوطنية الأولى في الكاراتيه لنادي أوكيناوا تميز بنزالات قوية أشرف على تحكيمها حكام وطنيون يحملون الشارة الدولية، حيث أبانت تلك النزالات والعروض التنافسية القوية عن المستوى الفني الرفيع الذي توصلت إليه أندية وفرق هذه الرياضة القتالية النبيلة في بلادنا. أود أن أن أغتنم الفرصة لكي أدعو جميع المشاركين، جميع الممارسين بما فيه الرعاة والاتحادية الموريتانية للكاراتيه لإعادة تقييم هذه اللعبة لكي تكتسي من جديد الزي الذي يستحقها، وحتى تعيد من جديد قوتها وجمالها إن شاء الله. رئيس نادي أوكيناوا للكاراتيه وبناء الأجسام والرياضات المتنوعة وضع التظاهرة الرياضية في إطارها العام. تشرف في نادي أوكيناوا للكاراتيه
وفنون الدفاع عن النفس وبناء الأجسام بنجاحنا بفضل الله تعالى في تنظيم هذه البطولة الوطنية الفريدة من نوعها. وإننا بهذه المناسبة نشكر كل من مد إلينا يد العون وساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي الهام. إن نجاح هذه البطولة ونجاح لكل من يمارس رياضة الكاراتيه النبيلة في ربوع هذا الوطن. فالكل رابح، إن كان في البطولة من سيخسر لكن الكل سيفوز، سيفوز بالتجربة، سيفوز بالمهارات الفنية، سيفوز بالاحتكاك مع الآخرين من أندية أتت من مختلف ربوع الوطن أبت إلى أن تلبي هذه الدعوة الكريمة. الحفل الختامي شهد عرض ميدياتيك خاص بالمراحل التي مر بها النادي وأهم الإنجازات التي حققها على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك قبل أن تقدم الشهادات والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لصالح الفرق الفائزة، حيث حل في المركز الأول نادي أوكيناوا منظم التظاهرة الذي نجح في حصد 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وخمس ميداليات برونزية. تلاه في المركز الثاني نادي تاشوكاي ثم نادي ياموسوكي ونادي أميريداي ثم نادي نواكشوط وكيهيدي ونواذبو ثم نادي مبان الذي حل في المركز الثامن. بذلك تكتمل عناصر النشر الرياضية. بعد الفاصل عودة إلى أحمد شريف مختار. شكرا لك محمد طلحة. ونصل الآن إلى ملف النشرة، وهو عن ودان التي تأسست قبل 9 قرون وعرضت ازدهارا علميا منقطع النظير ما تزال آثاره تقاوم عاديات الزمن. وتحتفظ المكتبات الأهلية لمدينة ودان بمخزون هائل من المخطوطات والمتون الفقهية النادرة تستدعي المحافظة عليه تضافر الجهود. ملف النشرة يستعرض هذا الموضوع تحت عنوان مخطوطات ودان كنوز تأبى النسيان. ودان سحر الجمال وعظمة الإنسان، مجد تليد وإرث ناصع وماض مشرق. قبل 9 قرون كان تشييد مدينة ودان على هذه الهضبة، ربما لم يكن في حسبان الحجاج الأربعة الذين أسسوها أن مدينتهم ستكون خاصرة العقد بقلب الصحراء والعروس الساحر بجمالها الفاتن بغزارة علمها والآسر لقلوب طلبة العلم. اليوم تحيط هذه المدينة بدفء الأم ما تبقى من ذاك الموروث النادر، آلاف المخطوطات والكتب والمؤلفات يعود تاريخ معظمها إلى بئات السنين. من المخطوطات الوادانية ما يحوي بعض الأسانيد والمتون الفقهية، ومنها ما يمثل نماذج من المراسلات الفقهية بين بعض العلماء في منطقة الصحراء وأضرابهم من علماء المشرق. لكن كثيرة هي الآفات التي تكالبت على هذا الإرث الحضاري فجعلته معرضا للاندثار. ودان من هي أول مخطوط عقب الإشارة في تدبير الإمارة، هو مخطوط موهوب الجليل لشرح خليل محمد بن بكر المعروف الوداني، معروف من أكبر العلماء ومن أول مخطوط انخط فيه وياك المخطوط اللي وموجود في ودان. أقدم مخطوط في شمال إفريقيا هو مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي اللي وألف في السنة الرابعة الهجرية، وهو كان في مسجد ودان وقبله المعهد الموريتاني البحث العلمي في السبعينات وقاس فرنسا ورمم، وعندنا هم منه مثلا نسخة موجود. وعندنا في ودان هون عدد من المخطوطات النادرة، كسبيل المثال نوازل القصري وقاعد ندور راوهم في مكتبة أحمد الشريف، ونقدون راوهون مثلا البيوع، خالق موجود مكتبته العبدين السيدي مخطوط نادر هو في الجبر من تأليف
جابر بن حيان التوحيدي. تروي بعض القصص الشفوية في ودان أن حصارا فرض على المدينة ومن فيها فطال أمده ونفدت خزائن السكان، فحول البعض مخطوطاته إلى أعلاف للدواب، لكن أهل التخصص يرون أن انحسار المادة الأثرية من مخطوطات نفيسة في يد أصحاب المكتبات الأهلية جعلها ليست بمنأى عن التلف والضياع. تعرضت المخطوطات لكثير من الضياع وكثير من العوامل، منها الأرض، منها المطر، منها الإهمال، منها عجز أصحابها عن حمايتها، منها ضعف إرادتهم، منها الانحطاط العلمي والمعرفي والتكاسل في التعلم، منها عدم الدراية بطريقة حفظها وصيانتها. في مرة ماضية سألت إحدى الأسر في منطقة خارج وادان وهي حذرة من وادان أن ما أعرف مخطوطاتهم وكانت موجودة هنا، فسألتهم عن المخطوطات، أين مخطوطاتكم؟ فقالوا لي تلفت كثيرا وتعبت كثيرا ودفناها كما ندفن موتانا. استخدم أهل وادان قديما الورق والمداد في تدوين الأحداث وتوثيق العهود والبيوع، فكانت وادان بعلمها الغزير وعطائها الثقافي الوفير ندا لشنقيط، وكانت عمليات التوثيق تشهد ازدهارا خلال أيام التسويق حين تصل البضائع من وادنون والجل والسجلماسة وأروان وفزان وغيرها من المدن التي كانت تنشط فيها التجارة القافلية، وذلك ما أنتج هذا الكم الهائل من المخطوطات التي لا تزال شاهدا يأبى النسيان. محتويات هذه المكتبات قد صنفها الباحث هنا من خلال فهرسة المكتبات هنا ومن خلال اطلاعي في مجالات كثيرة، أهمها وأولها القرآن الكريم وعلومه، من قراءة، من تجويد، من رسم، من تفسير، وعلوم الفقه من فروع أحكام معاملات عبادات وأصول الفقه، ثم علوم اللغة نحوا وصرفا ولغة، يعني مفردات وما تعلق بذلك، وحتى علوم البلاغة، علوم الآلة كما كانت تعرف عند أوائلنا، علوم الآلة اهتموا بها اهتماما كثيرا وتوسعوا فيها، والدواوين حتى الشعرية من شعراء الجاهليين، وحتى إنه عندنا بعض دواوين مخطوطة لشعراء جاهليين كالنابغة الذبياني وكزهير وأمثالهم من الأقدمين، وفي صدر الإسلام أيضا من اشتهروا بالشعر والفصاحة كديوان غيلان ذي الرمة، هذا فضلا عن الدواوين التي لها ارتباط بمشاعر المسلمين كديوان كعب بن زهير الذي فيه القصائد ومديحية كبانة سعاد وغيرها. فهذه الدواوين فضلا عن دواوين أخرى ألفها أو مختارات أخرى جمعها بعض العلماء المسلمين في الأندلس كالشمتري في الديوان الستي وغيره مما دقنا من المؤلفات في صميم اللغة في الشعر الذي هو خزان اللغة العربية في الزمن أو خزان اللغة العربية في الزمن القديم، كان الناس يهتمون بذلك وعندنا أمثلة من ذلك ومدونات كثيرة. هذا فضلا عن علوم الفلك وعلوم الطب وعلوم التاريخ والجغرافيا، ولا ننسى أننا أحلنا في بعض الملاحظات على مروج الذهب ومعادن الجوهر المسعود الذي خط على رق الغزال في حياة المؤلف واقتناه علماؤنا، بل أوائلنا، نحن المتكلمون أوائلنا هم من اقتنوه، وقد اصطحبه المعهد الموريتاني للبحث العلمي عام 1980 في بعثة ابتعثها إلى ودان، وقد أكلت الأرض بعض ورق هذا المخطوط النادر الذي هو مكتوب عليه رق الغزال في وقت ما زال الورق فيه قليلا جدا والناس يكتبون على اللخاف والأكتاف والجلود. فهذا الكتاب النادر الذي هو موسوعة علمية تخلص كل ما أشرنا إليه مما ترجم إلى الحرف العربي في زمن العباسيين، فخلاصة ذلك في هذا الكتاب وهو مقترن في مكتبتنا وهو الآن بحوزتنا صورة منه، وقد احتفظ به المعهد الموريتاني للبحث العلمي من ذلك التاريخ بسبب أنه اقتناه ورممه وتعاون مع الجهات العالمية التي لها اهتمام وتقدم في هذا المجال. لكن الجهود الحثيثة والمساعي المتواصلة من قبل المعهد الموريتاني للبحث العلمي تبقى دون المستوى المطلوب لحفظ هذه المخطوطات السائرة في طور الانقراض، ما لم تشفع بوعي حقيقي من قبل ملاك المكاتب الأهلية بضرورة تسجيلها وأرشفتها ورقمنتها باعتبارها إرثا لأجيال وفخرا لأمة كان العلم شعارها والدين نهجها.
وبهذا الملف الذي يتحدث عن مخطوطات وداد نختم هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء. الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات بين بلادنا والسودان. في جلسة علنية مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتعلق بالانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان. تنظيم ورشة في نواكشوط حول إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية وتعزيز قدرات المكونين.